إذا مشاهدينا حقيقة الراوي والحكواتي رافق جيل بالكامل، في كل بلد من البلدان رافقت أغاني معينة بحكايات معينة بأسلوب مكتوب بطريقة بسيطة وسهلة من السهل الممتنع، انحفظ عبر أجيال مهمة ظلت تردد الكلمات والقصائد والأغاني. اليوم في بيت للكل نتحدث عن الرواية الشعبية والحكواتي وكل هذه الأمور. خلونا بالبداية نرحب بضيفنا في هذه الحلقة اللي من خلالها راح نستمع بصوته الجميل بحكوات وأغاني معينة وأمثال تضرب من خلال الأغاني، وهو الأستاذ عبد الرحمن مرسي. منورنا في بيت للكل وحياك الله. أهلا وسهلا بك حبيبي. بداية الموضوع، عبد الرحمن بلالة، هذا اللقب عكس الاسم، إيش قد صار له مزامن هذا الاسم وياك لفترة طويلة، ومن إجى هذه التسمية؟ أنا بلالة دي بالنسبة في مصر عندنا هنا يعني يقول لك ده في البلالة، يعني مخه في الطراوة يعني. أنا كنت عارف كده لحد ما بالصدفة كان في مذيعة رحمة الله عليها اسمها مدام سماء الأتريبي طبعا، فقالت لي دي زهرة. فأنا كان سبب ما تقلي الاسم ده، أنا كنت في بلد في مصر هنا في مرسى مطروح، الكلام ده بقاله عمر مثلا 35-40 سنة يعني، وحصل لي حادث في رجلي كده إصابة يعني، فروحنا مستشفى، فالدكتوره دي اساسا اعتقد انها كانت لبنانيه او سوريه يعني، فعماله تقول معايا زمايلي بقى ماسكني، فعماله تقول لي يعني انت زي البلاله، هم لو كان لقب جديد كلمه زي البلاله دي احنا مش عارفين ايه الموضوع يعني. احنا عندنا حاجه في مصر يقول انت زي الفل، انت ما فيكش حاجه، ده انت زي الورد زي الفل طبعا. هي بالنسبه لها تقصد زي ما احنا بنقول كده، فانا قعدت فتره كبيره فاكرها كده يعني، ما كنتش عارف موضوع ان دي اسمها زهره يعني، فكان الشهره بالنسبه لي كده، لكن يعني اسمي الحقيقي عبد الرحمن مرسي سلمان. لدرجه ايام الكاسيت وعصر الكاسيت نزلت شريط كاسيت كان اسمه عبد الرحمن السلماني ما باعش يعني، الناس مش عارفين مين عبد الرحمن السلماني. لما حطوا بلاله ديت خلاص الناس عرفت، انتشر. طب ده هيخليني اسالك، هقول لك كتير بيقولوا لك اكيد في مصر يا عم بلاله، صح ولا لا؟ اكيد، لانه الراوي الشعبي قريب من الناس يعني، بياخدوا عليه وقريب منهم وبيحكي حكاويهم وبيحكي عن حالهم وحال بلادهم وحال ولادهم وحال اي موقف. الراوي الشعبي ليه جمهور وليه بقى محبين وطول الوقت يتابعوك ويطلبوك بالاسم؟ لحد دلوقتي في ناس بتعشق السير. يعني السير دي الشعبيه دي هي عباره عن حاجات من الاصول بتاعتنا، وبيمجدوا فيها الشخصيات اللي موجوده يعني، بيتكلموا عن بطولاتهم، عن المواقف النبيله اللي في القصه يعني، زي قصه مثلا عنتر بن شداد وعبله طبعا، قصه بتضرب بال مثلا، صح. قصه مثلا ابو زيد الهلالي والزلاتي خليفه، ودي طبعا قصه يعني ما الناس بتحبها قوي في مصر، قصه ابو زيد الهلالي. ادهم الشرقاوي يعني غنوها مطربين الشعبيين كتير. طب يعني بقول لحضرتك ايه، خلينا نبداها غنى يعني، خلينا كده تغني لنا حاجه. احنا مثلا بمناسبه السير، احنا داخلين طبعا دلوقتي على شهر الربيع اهو، المولد النبوي، فهنجيب جزء صغير كده من ضمن السيره مثلا بتاعه الحدوته صغنطوطه كده من ضمن الحواديت بتاعه الهجره مثلا، نتكلم فيها كده. طيب تمام. بسم الإله الذي خلق النبي الأول، أبدأ مديح الحبيب النبي في كل شيء أول، ليلة ميلاد الحبيب النبي 12 ربيع أول، من قبل آدم ظهر نور النبي، نور النبي الأول، أول ما كتب القلم كتب النبي الأول. أنا مبتدى يا أمدحت محمد النبي العربي الممجد، أنا مبتدى يا أمدحت محمد النبي العربي الممجد، ومنظر النبي يسعد خير البرية يا زين يا محمد، يا محمد يا حبيبي يا دواء للعنق طيبي، أنا خدت مدحك من نصيبي خير البرية يا زين يا محمد، النبي وأبو بكر اتنين
أبو بكر سخن الدين، العنكبوت خايم عزين، خايم عليه في الغار وكساه، كان النبي في حالات النوم نزل الدموع أبو بكر يتعوم، جت على خات النبي صحاه قال له مالك يا صديق، هو في الوكر حصل لك ضيق، قال له مالك يا صديق، هو في الوكر حصل لك ضيق، قال له صعبان في الوكر عطيق، أرصني يا رسول الله، قال له تعالى يا صعبان ياللي عدت وعيبك بان، قال له تعالى يا صعبان ياللي عدت وعيبك بان، بتقرص ابو بكر العدنان مش خايف من هبت الله، قال له جيت يا باهي الجمال وجاء يجري على الرمال، أرصت يا رسول الله ولا اعلم اني السم اذى، قلت عليها كحيل العين ريق النبي مرهم وشفا. الله انفاسك عمي بلالة، ما شاء الله، الله يخليك على الصوت، ما شاء الله، والله يخلي لك يا. يعني هذا النوع من الغناء اللي هو في مقامات وفي سجع وفي كلام مقفى، يعني لازم راوي السيرة وراوي الحكاية الشعبية يكون في عنده علم بالموسيقى، صحيح؟ ده مهم جدا. يعني شكل هذا العلم وقديش لازم يكون في عنده معلومات موسيقية لحتى يكون مبدع في هذا المجال؟ يعني هو في طبعا، في انا بالنسبة لي دراسة تربية موسيقية، يعني خليك تربية موسيقية، إنما الخبرة أهم من الدراسة. يعني أنا تعلمت من الناس الكبار رحمة الله عليهم، الناس اللي كانوا أكبر مني في السن، لأن كل بلد عندنا بالنسبة لنا هنا في مصر وليها طريقة في الأداء بتاع القصص. يعني في قصص بتبقى مؤلفة، يعني حاجات كده من واقع الخيال، يعني يقول لك مثلا إيه عرفة وعرفات، حامد وحميدة، يعني إيه، والناس تبقى مشدود أول القصة. وفي قصص حقيقية، يعني إحنا من ضمن القصص مثلا، انت حضرتك من فلسطين، احنا مثلا كان في حاجه كانت بالنسبه لي اساسيه جدا، كنت دايما تطلب مني كانها كاسامي الوطني مثلا، ان انا كنت اتكلم عن 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 محمد الدره. يعني كنت عامل حاجه هي رساله، يعني طب ما تسمعنا رساله من ابو محمد الدره بيقول: يا حماد الإنسانية يا ضمير كل البشر، ياللي بتحلوا القضية ضقوا أجراس الخطر، ابني راح قدام عينيكو، ابني دمه بيناديكو، وقفوا الدم اللي سايل بكرة يجي الدور عليكو، ابن قلبي ابن عمري، أيوة ابني، وكان في حضني جه وخطفوا الغدر مني، والبريء يصرخ يا بابا حوشوا عني حوشوا عني، يا إله الكون يا إله الكون، يا عالم انت عالم باللي بيا، انت قادر على اللي قتلوا فرحتي وقصاد عيني، أيوة قادر على اللي خانوا عهد الأنبياء، أيوة قادر على اللي عادل، أيوة قادر على اللي غدر وخانوا عهد الأنبياء، فوضت أمري إليك سلمت أمري إليك، ولا حول ولا قوة إلا بيك. الله 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 عليك. ده كان يعني حد يطول بقى، دي انت عارف السير دي ممكن تاخد سهره وسهرتين وثلاثه، يعني صحيح. يعني قلت جزء من الهجره بتاع سيدنا النبي، حاجه بسيطه. نعم. ال- 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 كل حاجه كان ليها موضوع، يعني حتى الجار اللي كان بيعمله تلاقي في كل حاجه من يعني احنا في مصر، بالنسبه لنا في مصر هنا مثلا، في من الحاجات قصه ادم الشرقاوي مثلا وغنوها اسامي كبيره، يعني استاذ محمد رشدي رحمه الله عليه، الاستاذ حليم حافظ من حبه في 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 البي، وده مطرب يعني اساسا دراما وعاطفي. نعم. لكنه حب الموضوع وغنى من من حلاوه القصه بتاعت نعم. يعني الجميل في الموضوع بانه احنا بنتحدث عن هاي الاحداث
سواء كانت روايات أو تاريخ أو حدث فعلا صار، قد ايه من خلال تجربتك تشعر بأنه بوصل للناس أسرع إذا رويتها بالغناء؟ يعني إذا كانت نص مكتوب بيختلف لما أسمعها وأنا من خلال غناء وموسيقى، وممكن تعلق في ذهن المستمع بشكل أكبر. يعني أنا بقول لك مثلا على الموضوع بتاع أدب الشرقاوي، ممكن يبقى نص قدام مني مكتوب صح، بس عمره ممكن ما هيوصل زي ما أجي أقول مثلا إيه، منين أجيب ناس لمعناك الكلام يتلوم، شبه المؤيد إذا حفظ العلوم والتالوم، الحادثة اللي جرت على سبع الشرقاوي، الاسم أدهم لكن النقد الشرقاوي مواله مواله أهل البلد جد معلي جيل يتلوه. الله 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 الله. فلما تبقى مكتوبة غير ما بتتقال صح. في حاجة بقى إيه عايز أقول لك عليها برضو بقى إيه، الموضوع غريب بالنسبة لك شوية يعني، وكان بالنسبة لنا غريب أساسا يعني. أنا كل أنواع الفنون يعني إيه يعني تطرقت ليها يعني، يعني حتى الفن النوبي حبيته قوي، وأنا كنت عازف كمانجة فعزفت كمان مع ناس نوبيين من أسامي المعروفة يعني. إنما أما جيت أما قلت القصص، في قصة مثلا الغزالة لمن سيدنا النبي ضمنها، قصة الهجرة، قصة يعني في قصص حقيقية يعني، دي مواضيع حقيقية، لكن الخيال دي ما قلتهاش خالص يعني. مرة رحت شغل يعني، فأنا رايح طالع المسرح واحد قال لي بالله عليك تبقى تخليك ناحيتنا وانت بتمثل. انا بمثل ده بقى مش ببقاش غنى بس يعني، انت بتقول لي ايه الغنى يوصل للناس؟ لا ده غنى. ودي انا بقى ده بيقول لك بقى، كان زمان في الشيخ طلعت حواز ده من مشاهير يعني، الشيخ محمد عبد الهادي، فهو بيحكي القصه يبتدي يقعد بيمثل يعني بالحركات، هو بيغني بالحركات ويجسدها. وحتى الموسيقى خبط على الباب وفتح الباب وخرج الراجل قبل الفجر وحصل كذا وكذا وكذا، وكلام كله منمق يعني مثلا، وكان له طريقه حتى معينه في الاداء يعني، اللون البحري يقول لك مثلا ايه يلينا ويدي كل الاله حامد ايدك على الرزق القليل والرب العباد حامد، هحكي لك دور كلام معقول ومعاني، اسم البنيه حميده والفتى حامد، وأصل الدور من الأول الحج متولي وزوجته الحجة زنوبة، كبروا ما شافوا الخلف والعمر هيولي زنوبة، قالت له يا حج اسعى وهات غيري واحدة أصيلة يا حج توريك الضنا غيري. من الأساس إن دول ما بيخلفوش وعملوا إيه وسووا إيه لحد ما في الآخر الناس تعرف إيه موضوع ده. مثلا لون بحري يعني، تلاقي مثلا في لون ابري حد يقول قصه برضه زي شفيقه ومتولي من القصص اللي معروفه في مصر ليها تيمات معينه بتتقال يعني. استاذ عبد الرحمن، هذا يخليني في تساؤل. حقيقه كل انواع الفنون لها جذور معينه ولها تاريخ بانبثاقها وظهورها للمجتمعات، ممكن تكون في وقت حرب، فرح، سلم، تنتج هناك انواع من الفنون، حتى بطريقه الغناء يكون انواع تعبيري والراقص وغيره. هذا النوع من الفن وين ظهر؟ وش وقت كانت بداياته؟ خاصة في مصر هذا البلد اللي فيه الكثير من كتاب النص المهمين اللي قدموا الرواية الشعبية بطريقة لامست شغاف القلب، وكانت هي المفردات التي تتداول في الشارع المصري. متى بدأ هذا الفن وما هي المسببات؟ شنو الأسباب؟ يعني كان أستاذ نجيب محفوظ كل الروايات الشعبية اللي عملها طبعا. كان زمان قبل ما يعني ما يحصل تطور في الإعلام والتلفزيون، كان اللي هو الحكواتي دوت اللي هو ده بيبقى على القهوه. وكان في يقولوا عليه الشاعر معاه ربابة، وبرضه يعني برضه شاعر الربابة ده ليه لون معين يعني طبعا. بعد المديح في اللي كمل ابدا فسيره وكمل، وابتدي برضه يحكي الموضوع بطريقته برضه على الربابة. دي كانت بتبقى في الـ في الـ في, في القهوه المقاهي يعني، فدي من قديم الزمان، موجوده من قديم الزمان يعني. مش يعني ده هو دلوقتي تعتبر ايه يعني، ابتدت تنقرض. مفيش دلوقتي حتى القصص الشعبية اللي كانت بتتقال دلوقتي. لكن هو كفنان بيعبر، اي فنان لازم بيعبر عن الحالة اللي هو عايشها يعني. بمناسبة العراق، انا تخصصي الموال العراق، تخصصي الموال
يعني انا دي عايز اقول لك ان ايه يعني اتعلمت الموال من وانا لسه صغير في سني وانا لسه بعزف يعني، لان الموال ده موضوع تاني خالص. يعني في موال الخماسي وموال السبعة وموال ال13 وموال 16، موال ابيض وموال احمر وموال اخضر. سبت كل ده بسبب موال عراق. اللي المن كان الموال هقول لك ايه، انا كنت مسافر في احدى الدول بره في بغني بره، وكان مدير الفندق كان بيحب يسمعني قوي، فجاب لي مره شريط للاستاذ كاظم الساهر. والله قال لي اسمع الموال ده، انا حاسس الموال ده عجبك قوي. انا بصراحه ما فهمتش منه ولا كلمه، فما قلتوش يعني ما ايه، ما لقيت كلام كده ما مش فاهمه يعني، فزعل مني قوي يعني. قال لي صعبان عليا الدينارين اللي دفعتهم في اديته لحد، كان يعني كان افضل ان انا اجيب لك الشريط. فحسيت انه زعل مني جدا، فجبت واحد يعني ايه ترجم لي اللهجه اللي قايل بيها الموال عشان حافظ الموال مش حوله اولك منه جزء. بس انا هقدر عايز اقول لك اني انا ايه ما اعرفش اغني حاجه ابدا في الدنيا الا لما افهم معناه. صح. مجرد ما قال لي معنى الكلام ده ايه، انا مش قادر اقول لك ان حسيت ان الموال ده معمول لي انا. طب سمعنا، اشتقنا بقى، عايزين نسمع. شوقنا نسمع من العراق. يا دنيا انت انحرمتيني من اجلي وسكنت الغرب من غضبا علي، ادق يا باب واسال من عليكم ضعف صدري وزماني خان بيا. واصف لكم غربتي، صدري مخنوب صوتي مبحوح، دفنتوني بغرب وتعالجوا الروح. غريب وكل غريب يتذكر أجله، والدي الحبيبة إخواني جيراني في البيوت، وات من غيركم دنيا يا تبوت. عذاب فراقكم شن المنية، هلي مكان اللي أحبه بعد موجود، بعدها صور بتتوسط البيت والأغاني، الأغاني الأحبها للطفولة لأم كلثوم، والجبن تحنيت للمقهى القديم وشاي أبو الهيب وأبو زياتنا، مقاماتنا عتاباتنا وسحر المواويل. الله ينتقم منك يا ليا، هل الطيبين ضاعوا بين ايديا وش عودهم يا ربي، وانا قلب الطفل قلبي من يجي براسي هواهم يحرق ثيابي اللي عليا. حكي لوضعك اسوي، حكي لوضعك اسوي، الارض مو ارضي، الناس مو ناسي، الجو مو جوي، يصير عند النفس واشكي العدوي. يا دنيا انت حرمتيني من اجلي وكنت الغرب من غضبا علي، أدق يا باب واسأل من عليكم ضعف صدري وظماني خان بيا. حيك بابا حيك، ألف رحمة على ألف رحمة على بيا، دول العذبوني ودول المرماتوني وعلى قدر انت يمتيئوني. الله 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 الله. يعني الحقيقة أنا سعادتي بأنه وكلنا شايفين إحنا دولنا العربية دولة واحدة، عادات وتقاليد، وبنحب غنى بعض وبنحب مواويل بعض. اللي عملته ده يعني معناه إيه برضو؟ ممكن أحمد يسرح كمان يعني كلمات طبعا إيه؟ هو من المواويل المهمة لقيصر الغناء كاظم الساهر، اللي هو يعاني الغربة في وطن ثاني، يقول يا دنيا أنت اللي حرمتيني من أهلي، سكنت الغرب من غصبا علي، يدق يا باب واسأل من عليكم ضعف صبر وزماني خان بي. غريب وكل غريب كل غريب محروم من بلده، أم الحبيبة ووالدي وجيراني طبعا. ليه أنت حسيت أن الكلام وكأنك بتغني كلام مصري أو موال مصري؟ إيه اللي جمع الشعور ما بينك وبين الموال العراقي؟ أنا بعتبر أن أنا بالنسبة لي كفي الفنان يعني الوحده الوطنيه بتاع الوطن العربي، انا يعني مثلا ما بسمع حاجه يعني هو عراقي يعني. انا اغلب الدول الوطن العربي سافرت الدول كلها عموما يعني، وفي بلاد قعدت فتره كبيره، انا قعدت دوله البحرين لي 7 سنين
عشان تعتبر دي كانت الدوله. انا رحت محافظه ذيقار في النصريه. ذيقار طبعا الكلام ده كان هم اهل الابوذيه اللي يكتبون النصوص الشعريه، اهم كتاب الابوذيه اللي مثل العتابه تنكتب بالناصريه. فقعدت رحت هناك سافرت اشتغلت هناك. فلما عرفت معنى الكلام بتاع الموال اتشديت الاول. كلام جميل ايوه طبعا وكلام يمشي مع اي ده يعني صح مع اي حد مع اي دوله مع اي بلد. مع ان انا بقول الموال الشعبي بتاعنا. يعني انا لما اتربيت على الموال مثلا الله يرحمه الاستاذ شفيق جلال والمول بتاعته كنت اشتغلت معاه فتره كبيره، ويوسف شتا واسامي كبيره اشتغلت معاه يعني. وحتى في السعوديه في البلد دي كنت احب حتى الطربي، اما اغني كمان حتى حاجات خليجيه احب الطربيات برضو حاجات الحاجات اللي فيها في القعده الحلوه دي. بما ان احنا بنتكلم كده وانت الحقيقه بتطوف بينا في دولنا العربيه وبتحسسنا زي ما احنا دايما متاكدين احنا كلنا بلد واحد، بنغني نفس الغنى، بنتكلم نفس اللغه والاحاسيس والمشاعر، يعني الفروق بسيطه جدا. سوق الحلاوه جبر بقى لكل بلداننا العربيه. ناخدها وبعد كده نروح فاصل. حلاوة جبر واتبهدلوا الوحشين، سوق الحلاوة جبر واتدلعوا الوحشين، يا أهل العقول والنظر ابكوا على الحلوين، سوق الحلاوة جبر. الحلوة بنت البلد أم العيون السود، وقعت في حتة ولد واسمه كان مسعود. الحلوة بنت البلد أم العيون السود، وقعت في حتة ولد كان أتعس الموجود، قالت معاه الشقة متغمسة بدقة، قالت معاه الشقة متغمسة بدقة، ولما زاد واغتنى فتها بقاله سنة، لما زاد واغتنى فتها بقاله سنة، ودار مع الدايرين سوق الحلاوة جبر. سوق الحلاوة جبر لسه حكاياتنا والرواية الشعبية في بلادنا العربية كتيرة ومختلفة لكن كلها واحدة. فصل قصير ونستكمل معكم الرواية الشعبية في بيت للكل. يعني دكتور أحمد دايما الإعلام بيطمع وإنه يأخذ أكبر قدر من المعلومات. اليوم بدنا تحكي لنا عن يعني نماذج من الحكاية الشعبية، يا ريت كان يعني لو كانت إسقاط على شيء معين، يعني لأنه بنعرف أكثر الحكايات دايما كانت هي إسقاط على واقع معين، فتعطينا فكرة عن هذه الحكاية الشعبية إذا في مجال تسرد لنا قصة قصيرة عن هذا الموضوع. وجدت الحكاية الشعبية
من أجل أن تيسر للناس، وأيضا بها التضحية والمروءة والشهامة وإكرام الضيف وكل القيم الراقية كانت تقال في المضافات في الحضر والريف وأيضا في الشق في البادية. وهذه الحكاية الطويلة، لأن الحكاية الشعبية لها أقسام عدة، منها الحكاية القصيرة اللي بيها المثل والعبرة والنكتة، وهناك الحكاية الطويلة التي تروى في المجالس. دكتور أحمد، لا شك أنه يعني إحنا شايفين التطور يعني التقني على السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، لكن هذا التطور هل أحدث تغيير على الحكاية الشعبية في الأردن؟ لا شك في ذلك، فالقصص التي رويت في البادية تختلف بعضا ما عن التي رويت في الأرياف. فالقصة في البادية هي أقرب إلى الواقعية وإلى الحقيقة، وأحيانا تعرف القبيلة التي رويت عنها هذه القصة، وأحيانا أبطالها معروفين وأيضا الأمكنة، بينما القصة في البادية أخذت القصة البدوية أو التي رويت في البادية، وأيضا كان هنالك الأساطير اللي احنا بنقول عنها سواليف أو الخرافيات، وهذه الخرافيات التي كانت ترويها تحديدا النساء، الرجال يسرون في المضافة والنساء في البيت المجاور. بالنسبة للقصة القصيرة كانت تروى بكل الأمكنة، بالبيت، بالدكانة، بالشارع، بالمسجد حتى، في أي مكان. لماذا؟ لأن بها العظة وبها النصيحة وبها النكتة، وتؤدي الغرض التي وجدت من أجله. ما هي أدوات التمييز ما بين الحكاية الواقعية والحكاية الخيالية؟ خلنا نحكي، لأنه نحن نعرف ممكن هناك حكاية واقعية تمتد بمناطق مثلا زي المناطق البدوية تكون أكثر واقعية، وهناك القصة أو الرواية الخيالية. الواقع أنه أدوات التمييز، من أدوات التمييز بين القصة الواقعية والقصة الخيالية، الواقعية أقرب إلى أن يصدقها العقل، بينما الرواية الخيالية هي التي تكون خارقة للعادة، وهي التي يدخل بها الغول أو الجن أو ما غير ذلك من قوة، ويستطيع البطل أن ينتصر في النهاية على كل المعيقات. أيضا من أدوات تمييز اللهجة، وأيضا لهجة الراوي، يعني كان يقول ذلك بكل عفوية أو أن يشطح بخياله. والرواية أيضا تنتقل من مكان لمكان، وبانتقالها يزيد الراوي، لأنه كانت تروى شفوية، يزيد أو يزيد من خياله أو ينقص من تلك، لأنه يرويها من ذاكرته، ينقص من تلك الرواية. فنجد أنه الرواية أحيانا يعني يتشوه معناها من مكان لآخر، خاصة إذا أخذت مدى. والرواية هي متعمقة الجذور، وربما تعود إلى أمم سابقة جدا، ومنها الفارس ومنها الفرعون ومنها الحثي وغير ذلك من حضارات، ونبطي وغير ذلك من حضارات تعاقبت على هذه البلاد. ورجعنا لكم مشاهدينا في برنامج بيت للكل، واليوم عم نحكي عن الرواية الشعبية المحكية والمغناة مع فناننا العظيم عبد الرحمن بلالة. برحب فيك كمان مرة فنان بلالة. يعني خلينا نحكي شوي عن أشهر القصص المحكية والروايات المحكية الشعبية، ومنها اللي صار مغناة. يعني كيف تقدر توصف بداية هاي الحكايات، وشو اللي سبب إنها فعلا تنشهر وتكون محفوظة ومحفورة في قلوب المتابعين واللي عم يتابعوها؟
هي بتبقى الـ 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 القصه نفسها، الحدوته نفسها اللي حاصله. طبعا دي حدوته حقيقيه وناس عايشه وناس يعني الناس عاشوا القصه ديت. زي ما قلت كده مثلا في القصه بتاعت ادم الشرقاوي، شافوا الـ 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 الكفاح والمصابره والتسلسل بتاع الحدوته حصل ايه، فدي مأثره في الـ في الـ في الناس اللي هم كانوا موجودين اساسا واللي عاشوا دي. ابتدوا جيل بعد جيل بقى بيحكي الموضوع، لان طبعا دي عارف يعني الحاجات الحقيقيه ديت غير الحاجات مثلا غير قصه مثلا متالفه يعني حاجه كده من واقع الخيال، عمرها ما تبقى زي القصص ديت، لان القصص دي جت من حقيقه. يعني دي قصه زي اللي قلت حضرتك مثلا، ما فيش حد متقال متعاطف الوطن العربي مش عارف الحدوته بتاعت عنتر عنتر وعبد عنتر يعني 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 شهر يار والشهر زار كعبد مثلا كده صح قيس وليلى وقصه الف وقصص الف ليله وليله طبعا. فدي حاجات بتبقى دي حاجات دي قصص حقيقيه حاصله يعني. فتعرف دايما تلاقي الحاجه اللي فيها الحقيقه الحاجه اللي توصل بسرعه وما بتتنسيش، لو ممكن تتنسي صعب عندنا حد ينسى مثلا اي قصه من القصص اللي عندنا في مصر مثلا بتاعه البطولات دي. شو اشهر قصه مصريه؟ والله كتير قوي يعني كم كتير حقيقه ده في يعني ابو سيد الهلالي كتيره كمان بتتقال لو فيها وحسن ونعيمه وعنتر وعبله وادم يعني قصص كتير يعني حواديت كتير قوي موجوده يعني حواديت كتير نعم. موجوده يعني يمكن من خلال حديثك كنا بنحكي عن القصص الحقيقيه التي تروى والمغناه من حضرتك، ولكن المصادر دائما للرجوع لهذه القصص، هل هي قصة حقيقية، هل هي أسطورة، هل هي مجرد قصة من وحي الخيال، كيف ترجع أيضا دائما للمصادر بتتأكد، أو إذا ما كانت في حال لم تكن هذه القصص مشهورة يعني متعارف عليها بشكل كبير؟ لا في القصص دي في النثر بتاعها أو في الشعر بتاعها أو الأداء بتاعها ده بيحكي عن المكان نفسه. يعني القصص اللي هي بتبقى من موقع الخيال دي حاجه من الخيال يعني ما لهاش ما تعتبرش ليها اصل معين، لكن القصص الحقيقيه اللي لها جذور ده بيحكي عن المنطقه فين. زي ما قلت حضرتك لسه مش بقول ايه الاسم ادم، لكن النقب شرقاوي، هو مش شرقيه، الحدوده دي حصلت في محافظه الشرقيه عندنا هنا، فمعروف انها حصلت في تاني بلد زي حسن ونعيم حصلت في محافظه مثلا في المنيا مثلا شباب متملي يعني كل دي القصه لما بتحكي عن البلد اللي حصل فيها الموضوع في مرجع المصدر المرجع الرئيسي ان الحدوته دي حصلت فين، البلد نفسها فين واساميها موجوده في غير القصص اللي هي بتبقى من واقع الخيال يعني او اسطوره مجرد مجرد انه بيعمل حاجه. طبعا ده مبقاش ليه ما يقدرش ابدا يوصف الكلام ده يقول ان ده كان في البلد الفلانيه ما يقدرش يعني، لكن لما اجي اتكلم على قصه حد معين لا ده بيتكلم بيحكي قصه حقيقيه من البلد الفلانيه والناس كلها عارفه من قديم الزمن جيل بعد جيل بيتواصل الموضوع عارفين الموضوع، لكن اللي بالخيال ده حاجه زي ما قلت لك القصص اللي كان بيقولها المنشدين اللي هم بتوع القصص دول لعبتهم القصص بس بيألف يعني قصه فلان وفلان وكل واحد ليه لونه نعم مؤلفه والشخصيات نفس الوقت هي ترمز لرمزية بلدان معينة من خلال الأسماء، المناطق اللي عاشوا بيها، البيئة اللي ولدت هذه الشخصيات، تقدر ترجع إلى جذورها وأصولها وتواريخ التي أنتجت هذه القصة. أسأل اليوم من خلال هذا الإنشاد الجميل بهذه الطريقة وطريقة التعبير العالي، مواقف الحياة كثيرة ليست فقط الرواية والمحكيات، هناك مواقف للأب للأخ للأم ولكن للصديق الكثير حقيقة، تبحث عن صديق جيد مرات بيكون بمثابة أخ للإنسان. عندك شيء عن الصاحب أو الصديق، موقف خلاك تغني يعني شيء؟ يعني عايز أقول لك إني تربع مثلا المغنى في المواويل الشعبية كلها عن الصداقة وعن يا ريت وعن الموقف وتقدم لنا شيء نسمعه. حاضر. مع صديق عامل في حاجة كلمات الأستاذ أمل الطاير شاعر من الشعراء اسمها العسل المر. العسل المر يا بياعين العسل، ليه العسل بقى مر والمرار في العسل ولا احنا فينا المر. بس قبل ما نقول المول بقى بتاع الصديق صحيح يا رب. ياللي اشتكيت الزمان انت اللي تستاهل، صحبت ليه الخسيس
ومشيت مع الجاهل معرفت الرجال كنوز مش حاجة بالساجل. ياللي اشتكيت الزمان انت اللي تستاهل صاحبت ليه الخسيس ومشيت مع الجايل معرفت الرجال كنوز مش حاجة بالساجل. اشكيك لمين يا زمن وانت ملك صاحب صاحبت صاحب وكان لي أعز من نفسي لو ألف يوم آه لو ألف يوم آه أقول له فداك نفسي. لكن غريب يا زمن طمعني والطمع بيغر وكنت عاش منه ينفع والنفع بيغر. أتريني مظلوم يا ما لبس الهدوم يا ما لبس الهدوم بيغر ولا حد جاني ولا حد جاني وقال لي بس حوش ايدك مالك صرفت على المعيوب حوش ايدك اللي يقولك بحبك عايز يحش ايدك والصاحب اللي يريدك لاجل علة يغور. يا عين على اللي ما طمرت فيه لقمتنا ونفسه كبرت ولا قدرش لقيمتنا بيزم فينا ولسه ببقه لقمتنا. يا صاحبي يا صاحبي ليه صاحبت صاحب وكان عشمي يصون ودي وقلت يا قلبي صاحبك خد معاه بالكلام ودي وقلت يا قلبي صاحبك خان معاه ودي لقيته زي الزمان غدار وخان ودي. أنا قلت له روح يا قليل الأصل يا غدار لا تحل صاحب ولا تدخل علي دار عيشي وملحي ما تعرفش لهم مقدار طبعك غدار يا غدار ما كانش عشمي ولا ودي. أنا مشيت مع ناس أنا مشيت مع ناس وبانت أرضهم عشنا وكانت إيدي بإيديهم في الغدا والعشاء في الغدا وعشنا ما طمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا. يا ما عشموني عشم إبليس في الجنة وقلت والله بطول العمر ما نشحوجد عالم غير دول وقلت دول روايح مسك فجلنا وقالت العين ما صاحبتش رجال غير دول. معرفش ايه اللي غير شكل منظرهم الحلو قدمتها بالمرة بدلوها ولا روح حداهم ولا اشرب حتى المية من زيرهم مدام نية الخير بنية سوء بدلوها. وكان غرضهم يجيبوا الذنب ده عندي يغلطوني ويبقى الحق ده عندي عزول عمل سيئة قصد بها عندي. قدمت انا الطيبة شوف فرق دي مندي يا شجرة الصبر لاجيبك وازرعك عندي تبقي مضلة لو جار الزمان لو جار الزمان عندي. انا قلت دي عندك ودي عندي والحق عندي اللي اكلت الخسيس عيشنا. يا بياع عين العسل ليه العسل بقى مر هو المرار في العسل ولا احنا فينا المر. ليه القلوب الطيبة اتعلمت تقسى الكلمة مش طيبة والناس بقت تنسى بتنسى احبابها وتنسى بتنسى أحبابها وتنسى أصحابها. تسقينا مر المر يا بياع عين العسل ليه العسل بقى مر هو المرار في العسل ولا احنا فينا المر. الناس بتجرح بعضها بالقرش وغير كلمة القرش غالي عندها هو اللي ليه كلمة بقى الكلام يوجع وبقى
بدأ الصديق يخدع بقى الكلام يوجع وبقى الصديق يخدع والخير جزاؤه الشر يا بياعين العسل ليه العسل بقى مر هو المرض في العسل ولا احنا فينا المر الله الله الله, 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 الله يبعدهم عنا يعني ربنا يبعد عننا كل المرار يا يبعد رب يعني. المرار استاذ عبد الرحمن الحقيقه النهارده كده اشعرتنا والروايه العربيه بجد يعني هي شبهنا كلنا يعني الغنى اللي انت بتغنيه شبه كل البلدان العربيه كانت عراق اردن فلسطين مصر كلنا واحد وحالنا شبه بعض صح. انا عايز اختم مع حضرتك في مقطع قصير كده وتتخيل انت قاعد مع اربع دول عربيه فهترتجل بقى لبيت للكل ولكل شعوبنا العربيه فلسطين الاردن العراق ومصر وده يكون يعني خير ختام لبرنامجنا بيت للكل ندر عليا يا عين والحر يوفي الدين لو رجعوا تاني الحبايب والحبنا فاكرين لجبت آول هنا والفرح للحلوين وابدر حبوب المحبة حبة جار حبة واللي استخبى في قلوبنا نشرحه بالعين وأمتنا العربية مصر والعراق وأردن وفلسطين بيت للكل مصر بلدنا بيت للكل الأمة العربية والغاليين عليا ومصر والعراق والأردن وفلسطين صباح الفل تاج العلاء في مفرق الشرق والعالم عليها بيطل الأمة العربية رجالها أبطال وشبابها زي الفل وانا مبسوط معاكم النهاردة في برنامج بيت للكل يا ليلة 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 يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاولو يا حلاوة أحباب والأنس يجمعنا أحباب وبيت الكل يجمعنا لا خصم ولا غد ولا عداوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاولو يا حلاوة